وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنرجزنا اللي تنيت درسين تروى أما قرن يعني جيت سنة موت يفلد أفرغ سنة فرخين تمغارت إيوا من بعد يضيت نتخسقمي إن يسنا تيكوني أرتفار موالو أشكو كوسا قباتون من اللي غيموت غلو قدامينو القضية الأخ الكريم أرتجيتين كوسيخ ولا كوسيخ يموت باتون غلو قدامينو ولا كذا لا ماشي القضية دفرا نجاوب غيلا أنجاوب بعدا في الفعل هذا اللي يسكر أرجيسي سكر والو ماشي غم كذا تسكر نمدن راه الرون سين يعني كان نكوني ويلين سن أراك تينين يقديم الرون والرو يقالك بدل معودة يعني دا دركي تعزى والدريو كار ديرمين يغدي لي كار ترمي ولا ينيو وسنيو قالو قدامك أراك يزريو قال المحبة الحب غم كذا سير الحالة تسكر ورقازة يخصي الطاقة الله سبحانه وتعالى ما خميس وغير الدنيا تيوري سوال وما خمد ديوين تغدرس غير وين ربي كيغا أتوريش قف ربي سي كيس أي سي كيس غلخر الحياة نس يقدر مرد ديسي حسن سدراري إن مقور نقدر يعني نتناسر تسولين في عربي سبحانه وتعالى غير تفكر ثم ماشي غم كده أستقبل المدن الأيتام ماشي غم كده في خطة وصر رسول صلى الله عليه وسلم لأخفر ستة وصر ربي سبحانه وتعالى غليتيم ليتيم إنك ربي وأما اليتيم فلا تقهر إنك ورتقهرت اليتيم ما خير لسولك للقهر فوق غنش كذا ضد اليتيم من الزين تدمس يعني اختقمي وخيك وتقاتي نس مثلا ماشي غم كذا سرت نضيضي ما خير لسولك للقهر فوق غنش كذا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يخصي اتق الله سبحانه وتعالى. ثم رتين ربي سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني غوش كده سير الحال تسكر تمغارت اللي قال الأرمالة ما دانبوها قمرس تيسيس تيسين تغى أمتميت قال عار. يخصي اتق الله سبحانه وتعالى مخزع ما يخدم داك ويضيع كاد مدنا يخدم يضيع ورد عيشن هاتي درسنا ربي سبحانه وتعالى درسني رزق ربي انا كالمثل الشعبي القديم الى دفعك البخيل عند الكريم تبات الكريم هو الله سبحانه وتعالى. يخصي اتق الله سبحانه وتعالى واش كذا قال الجواب في المساله ني غدير زعما فلاسني تفهم هي باتون هي ويطفر ولا واش كيموت لقدامين وما خما يحلى غير الدنيا تينسن يسنم الدنيا سوري الإنسان يغيموت القدام باسي سوري تكوسو والو ولكن يغاكور تكوسو والو ما مكساكين الإسلام تتسكرت إنك سكرت الوصية في حدود الثلث والثلث كثير ربي سبحانه وتعالى إنك يعني الأيتام اللي ميموت باتسن غلو قدام نباتسن جدي يغاكور تفارن والو تفارن الوصية في حدود الثلث هذا سنسكر الثلث أشكي الدتر ونيوي هكذا التولوت تقل من التولوت اختاريكا قم كان نسير الحالة تسكر والله المستعان ورغيسي سكر والو الدرالة دمقونا دمقون ريسكا وريسكير كان نوافولكي ورتسكير ما سيتيو ذكر الحياة نس ولا بعد لما ماتنس والله المستعان.